زيارة مهمة بيقوم بيها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للصين، واللي بتتزامن مع بدء أعمال منتدى التعاون الصيني الأفريقي واللي بتستضيفه الصين من 4 ل 6 سبتمبر الجاري. الهدف من زيارة رئيس الوزراء هو تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر بقطاع الصناعة وتوطين بعض الصناعات ذات الأولوية. كمان الصين أعلنت عن منحة لمصر بقيمة 100 مليون يوان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الزيارة من الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال. يا دكتور محمد صباح الخير يا فندم. وخير يا فندم، اهلا بيك. يا اهلا بحضرتك. ايه هي اهميه الزياره في هذا التوقيت والمكاسب والنتائج المستهدف تحقيقها من الجانب طبعا الاقتصادي من هذه الزياره؟ هو الحقيقه طبعا توقيت مهم جدا دلوقتي باعتبار ان الازمات العالميه الطاحنه وان هناك مشاكل في الاقتصاد العالمي، فمن هنا تاتي اهميه التحالفات وبخاصه مع دوله كبيره زي الصين، باعتبار الصين هي أكبر قوة اقتصادية أو كانت قوة اقتصادية النهاردة ومن الدول التي القادمة بقوة والتي يوجد فيها معدلات نمو كبيرة. أيضا هناك تشابه في السياسة الاقتصادية أو المراحل الاقتصادية باعتبار أن الصين كانت دولة اشتراكية وأخذت خطوات كبيرة في تطوير القطاع الخاص والصناعات، ومصر كانت دولة اشتراكية، من هنا يأتي أهمية الاستفادة من التجربة الصينية في إنشاء المشروعات والقطاعات الصغيرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب أن هناك أيضا الصين تعتبر أكبر شريك اقتصادي للدولة المصرية لأن لها 2500 شركة النهاردة في مصر برأس مال مصدر حوالي 11 مليار. كمان معظم الاستثمارات بتاعتها في مجالات جديدة أو مجالات متجددة من حيث الطاقة أو الفايبر جلاس وغيره، والدولة المصرية تتجه إلى هذه الصناعات من ناحية، وتتجه أيضا إلى تطوير الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا المجال. الأمر الثالث كمان أنه هو خط الصين الجديد أو طريق الحزام والحرير والطريق اللي هو الدولة المصرية النهاردة تعتبر نقطة ارتكاز فيه، اللي هو هيكون في هذه الحالة ما بين شرق أسيا الصين وما بين أوروبا. هذا الأمر يؤكد أيضا أن هناك الدولة المصرية النهاردة باعتبار انها بتستهدف بناء بنيه قويه من بنيه تحتيه وفي مجالات الطاقه والنقل الحديث وغيره، والصين ايضا متقدمه. لكن في نقطه مهمه كمان، ان الصين تعتبر اكبر شريك اقتصادي في منطقه قناه السويس من حيث توطين الصناعه. هذه الاوامر جميعا تؤكد ان هذه الاهميه، هذه الزياره تاتي في وقت جيد جدا، وفي نفس الوقت التحولات العالمية اللي موجودة النهاردة في العالم تؤكد أن هناك تعاون أو يجب أن يكون هناك تعاون ما بين مصر والكيانات الاقتصادية زي الهند والصين وغيره. الأمر الرابع وهو أن النهاردة مصر أصبحت قوة اقتصادية أو شريك وعضو أساسي في البريكس، والصين دولة منشأة للبريكس، وكذلك أيضا في ضوء التبادل التجاري ما بين الصين ومصر النهاردة يزداد في حدود او يصل الى في حدود 15 الى 18 مليار دولار سنويا. يؤكد هذا الامر ان هناك تعاون، وان زياره دوله رئيس الوزراء النهارده الى الصين تاتي في وقت شديد الحساسيه وشديد الاهميه نظرا للظروف الاقتصاديه التي يمر بها الاقتصاد المصري، وايضا نظرا للظرف العالمي والتحديات العالميه. حضرتك يا فندم اتكلمت عن 2500 شركه مستثمره في مصر، ودايما الشركات الصينيه الموجوده على الاراضي المصريه بتتحدث عن الفرص الاستثماريه الكبرى التي تجدها هذه الشركات الصينيه المصريه. حضرتك لو توضح لنا، لو عندنا ارقام يعني حجم التبادل التجاري، خليني اقول، او الاستثمارات الصينيه كمان الموجوده في مصر. الحقيقة طبعا عندنا 7 شركات صناعية عالمية موجودة في مصر. هذه الشركات تتجاوز استثماراتها 7 مليار دولار، وفي نفس الوقت كمان في 2500 أو 2485 شركة برأس مال يتجاوز 12 مليار دولار. هذا الأمر أيضا، الصادرات المصرية تصل إلى الصين في حدود تقريبا 1.8 إلى 2 مليار دولار، لكن صادرات الصين إلى مصر في حدود أكثر من 15 أو 14.5 مليار دولار. كل هذه العوامل تؤكد أن أهمية الأرقام، في نفس الوقت كمان تحولات المصريين في الصين اللي هناك بدأت تتزايد لتصل 13 مليار دولار تقريبا، مليون دولار. كل هذه العوامل تؤكد أن الصين النهاردة
كقوة اقتصادية كبيرة يجب أن يتم بناء تحالفات معها، ويجب أن يكون هناك اتفاقيات كبيرة. فضلا عن ذلك أن الصين شريك أساسي في منطقة التنمية في قناة السويس، وهذه المنطقة هي منطقة واحدة، وأن الصين لها جذر كبيرة في هذا المكان، وبالتالي توطين الصناعة تعتبر الصين في هذه الحالة مشاركة أو أحد الشركاء الأساسيين في توطين الصناعات المهمة والاستراتيجية، وبخاصة في مجال الطاقة ومجال الإلكترونيات وأيضا في مجال الغزل والمنسوجات. وكذلك أيضا الصين تعتبر أيضا داعم أساسي في استراتيجيات الزراعة. من هنا يأتي التحول في فكر العرب بصفة عامة والمصريين بصفة خاصة نحو التوجه إلى الصين باعتبارها قوة اقتصادية قادمة لها كيانات كبيرة. الأمر يزيد أهمية أن الصين النهاردة توجه إلى أفريقيا، وهذه الدول الأفريقية تعتبر مصر هي المعبر الأساسي لهم، وبالتالي هنا يزداد الاهتمام بالدولة المصرية. فضلا عن ذلك أن توطين الصناعة في داخل الدولة المصرية يساعد الصين من حيث المبدأ على بداية العمل، وفي نفس الوقت أيضا يساعد الصين مصر على أن تكون محورا اقتصاديا أساسيا. ومما لا شك فيه أن الصين بتساعد مصر زي ما ذكرنا من شوية في تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة من خلال العديد من الاستثمارات، ويمكن المنحة اللي كنا بنتكلم عنها في بداية هذه الفقرة ب 100 مليون يوان، أعتقد هذا الرقم كبير جدا. في أي مجالات من الممكن أن تدخل هذه المنحة؟ بس الحقيقه السؤال انا ما سمعتوش في الاخر، الجزء الاخير ما سمعتوش. بتكلم حضرتك مع حضرتك عن المنحه اللي هتعطيها الصين لمصر من جراء هذه الزياره 100 مليون يوان، في اي مجالات من الممكن ان تدخل هذه المنحه؟ الحقيقه طبعا هتخش في مجالات الزراعه والصناعات الغذائيه وايضا البنيه التحتيه، باعتبار ان هناك وبخاصه في مجال صناعه الدقائق الالكترونيه وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار ان الصين متقدمه جدا في هذا المجال. واعتقد ان هذه المنح بتبقى عطايا من فرصه للدوله انها تبني مصانع، وفرصه للدوله المصريه انها تستخدم. فضلا عن ذلك ايضا من منحه ان هو هيبقى تدريب العاملين وتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا وتطويرها واستخدام الطرق الحديثه في الزراعه وكذلك النقل الحديث. نشكرك شكرا جزيلا حضرتك دكتور محمد الشواطفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال.